بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدهرين امين. تحل لنا بركته ورحمته من الان والابد امين. سامعني كده كويس؟ كويس أوي. الواحد أول مرة يشوف السيقان بتاعت الشعب. سيقان جميلة. في مصر عندنا وفي السودان عندنا بنحبوا الكوارع. لكل إنسان عنده وعظة. والوعظات كتير. في وعظ بالكلام وده كتير منه. وفي وعظ بالحياة وصعب نلاقي الوعظة ديت. هقول لكم بعض الوعظات واختاروا انتوا الوعظات. زي ما قلت زمان كل انسان هيطلع السماء مع السنكسار بتاعه. قصة حياتك ومع السنكسار هيكون في وعظة حياتك او حياتك. كان في وعظة زمان آدم وحواء عايشين فرحانين بالسماء وكان ربنا بيتمشى معاهم تمشية جميلة. والوعظة كانت حياة مع المسيح. ومرة واحدة الفكر دخل وكان في نوع وعظ تاني إنهم أكلوا من شجرة معرفة الخير والشر. وعظة حلوة وعظة وحشة. رجل الله إبراهيم ربنا قال له اترك أرضك عشيرتك وبيتك وتعالى في المكان عزك فيه. كانت وعظة جميلة. ووعظة تاني قابيل وهابيل والدم بقى يمشي من الأرض وصوخ الدم أخوك بيصرخ إليا. موسى قال للشعب تعالوا اطلعوا في أرض الميعاد. وعظة جميلة وفرحون كان يقص قلبه مش عايز يطلعها من أرض الميعاد. وعظة جميلة. عدوا البحر ورنموا ترنيمة جديدة. ترنيمة جميلة قوي بنقولها في التسبيحة بتاعتنا. وفي نفس الوقت دخلوا البرية وأكلوا من المن السماوي واشتهوا اللحمة. طلع موسى يقول الوعظة الحلوة ياخد الشريعة ينزل تحت لموا الذهب وعملوا عجل. نوح قال الوعظة قال لهم هلاك جاي على الأرض. حبن الفلك كام سنة بيقول نفس الوعظة. والشعب اقعد يا ولد. والشعب يعمل ايه الشعب؟ يعيش في الخطية يعيش في حياته ولا هيتغير؟ سدوم وعمور ربنا نزل الملاك قال له اهرب للجبل بسرعة خد العيلة ما تبصش. وعظة جميلة الهروب من سدوم وعمور. مراته بصت ورا
بقت ملح. ما تعدوش حد تاني. وعظات عجيبة ربنا بيقول لنا في آخر الأيام هعمل وعظة جميلة لكم، انتوا تهتوا قرون وأجيال، هنزل لكم وعظة جميلة، خلاص البشرية جه رب المجد. وعظة ملك الملوك ورب الأرباب يجينا في مزود من البقر اتولد فيه، إنسانة لطيفة عفيفة كرئيسة حياتها في الهيكل اسمها أم النور الست العذراء. وعظة جميلة. يجي هيرودس ورولي مين اللي أسجد لدوت عشان عايز أستبصر بيه، عايز أقتله. شفت الوعظ؟ يجي الملاك يقول له خد يا يوسف امرأتك وابنك إلهك، اطلعوا على مصر، اهربوا. ويجي رب المجد ينزل على مصر ويبارك العالم كله، وينزل يجي تاني في بلده اللي هو نشأ فيها، وكبر يوم بعد يوم، وكان يجول يصنع خيرا، ما سابش حاجة خلاص لنا، كان يجول. وعظة عجيبة وفريدة، الفريسيين والكتبة يتذمروا في كل حاجة. هو كسر لهم يوم السبت، حب الزنا، حب الخطاة، الصديق بتاع الذين ليس أحد أن يذكرهم. إيه ده؟ أنت غيرت القانون بتاع الكتب والفريسيين. وبدأ رب المجد يقول لهم جيبوا الأطفال إلي ولا تمنعوهم. حب عجيب. واختار التلاميذ بتاعته من فئة من الناس ملهاش كراسي، حب الصيادين سمك. ويجي رب المجد لما اختارهم قال لهم تعالوا امشوا معايا هفرقكم. انا مين؟ انا جاي لمين لكم انتوا؟ اخلصكم. الحضن بتاعه كان دافي قوي. وراهم السمك الصغير والعيش الصغير حكتره. هوريكوا الميت قدامكوا هقومه. هوريكوا اللي ممسوكة في الزنا هقول لها اذهبي بسلام لا تخطئي تاني. وعظة جميل. وعظة الإنسان اللي ربنا يسوع المسيح اختارهم بقى. واحد هينكره، الباقي هيقول له اصلبه اصلبه، والثالث يقول له مين يقعد على يمينك وعلى يسارك. ده اللي اختارهم. واحد هينكره وعظ. من يومين، من اسبوع اللي فات، دخل اورشليم الوعظة الاطفال سبحت. دخل رب المجد مسك الحبل وعملوا كده كتلوا كتلوا وراح ضرب في الهيكل. جعلت بيتي مغارة لصوص. المفروض تكون ايه؟ مكان للعبادة. خلي بالكم حبيبي كلام ابونا مش هيكون جاي على مزاج الناس معظمها يعني، بس معلش تستحملون انتم، تستحملوني. هيضرب. فينك يا رب المجد يا اللي بتحب الناس كلها، يا اللي بتغفر، يا اللي انت بتسامح؟ ويقول ويل لكم
يقول ويل لكم، ويقول على زرعه أنا غرست زرع حلو، حاولت بكل الطرق أرجعكم، بس أنتوا اللي رافضين مش عايزين. عملت سيخ حوالين الكرمة بتاعتي وزرعي وأنتم مش عايزين. ويجيب لنا مثل من نوح، هكذا كما كان يجي نوح يحط الناس في الفلك والباقي كله يطلع يجري ويغرق. يجي رب المجد يقول لك بصوا الشجرة، شجرة التين فاكرينها حبيبي، وعظة جميلة ما فيها الثمر. قال لهم هتاخد الثمرة ديت، ويقول لك ايه؟ لا تزرع الى الابد، هينفيها الى الابد. كلام صعب يا رب، مين يستحمله؟ ملاش فيها ثمرة، المنظر حلو، قبور من خارج جميلة من جوه عظام خاطفة قال عليها قبور. وعظ وعظ رب المجد يجي يبكي ان احب ناس ليه التلاميذ. واحد قعد معاه شاف المعجزات، شافه شخصيا، اكيد نام في حضنه، ده ابوهم الطيب القلب، هيسلموا علشان شهوه. شفتوا احنا عاملين الزفه بتاعت يهوذا ده؟ فكر جالي يعني كده وانا ماشي مع الزفه من النهارده، فكر جالي كده بس سامحوني، يعني مش قصدي حاجه وحشه. يعني يهوذا بيقول لي يا بونا صرافيم، هو انت بتزف مين؟ انظر في المرايه بتاعتك يا بونا صرافيم، انظر في الملايه، بتزفوا ايه؟ بتزف روحك؟ بتزف نفسك؟ بتزف روحك؟ بتزف نفسك؟ طب ما انت بتنكرني كل يوم، الكنيسه مليانه، وعظه جميله، في ناس لحد دلوقتي لسه ولا صامت. اتدلعنا خلاص، المبادئ اللي جينا بيها من بلدنا اتحطت على الجنب، وعايزين نمشي ورا المصلوب. انكرنا ازاي يا حبايبي؟ بحياتنا انكرنا مسيحنا ازاي؟ كل واحد يبص على المرايه بتاعته يقول الوعظه بتاعته. قول الوعظه بتاعتك ياما. يجي يقول لنا في الاناجيل ان العذاره كانوا كلهم عندهم نفس المصابيح وكل حاجه، بس ما فيش زيت، وقفل الباب. الكلام صعب، الكلام صعب يا رب، قفل الباب مش هيدخله، وجاي يضرب. كم مره اردت ان اجمع بنيكي ولم ترجي، كم مره رب المجد عمل معانا حبايبي، كم مره رب المجد سطر علينا واحنا بننكره بحياتنا اللي اصبحت ضب الحياه، حياه في الكنيسه وحياه بره. واللي بره لم يخطر على قلب بشر. وربنا عمل عزومه جميله في انجيل امبارح بالليل، عمل عزومه اخت اول امبارح بالليل، عمل عزومه حلوه ودعا الناس، قال لك في ثلاثه انواع من الناس، ناس خلاص ما يهمهاش ولا هي يعني ايه بلا مبالاه، والناس التانيه راحت تدور على المتاجر وعلى الشجر وعلى القروش، والتالتة تاهوا في وادي النسيان. أرسل الخدام قال لهم اطلعوا بره في الشوارع، جيبوا الناس اللي هي بره ياكلوا على المائدة بتاعتي، ما أنا خلاص جهزت المائدة، العجل المسمن أنا خلاص.
عملت حبايبي. يا ويجي واحد من التلاميذ ينكر حبيبه إلهه. الرحلة هتكون صعبة، مفيش وقت، هتختاروا النهاردة وعظتكم انتوا حبايبي. ما تضحكوش على أنفسكم، الكنيسة مش يوم حد بس، ولا قداس العيد، ولا عيد يا ابني، ولا قداس العيد، ولا قداس أو بسخة يوم الجمعة وبعد كده منشوفش الناس خالص. كل الصوم 55 يوم المذبح مفتوح، الدعوة مجانا، الكراسي كانت فاضية، الكراسي في القداسات كانت فاضية حبايبي. الدخلة من هنا، الصندوق يدخل هنا عندنا، فالقروش اللي بنعملوها ملهاش فايدة. هتاخد معاك وتاخدي معاكي حاجتين، السنكسار والوعظة بتاعتك. الوعظة هتكون ايه ان شاء الله؟ الوعظة هتكون يا حبايبي، في ناس وعظت بحياتهم زي القديسين اللي ايقونتهم موجودة جوه الكنيسة، وعظات جميلة، اجمل وعظة في العالم اللي هختم بيها، اجمل وعظة لا تخطر على قلب بشر. الملائكة كانوا مستغربين، اعتقد الملائكة كانوا بيبكوا من اللي هم شافوه. رب المجد في آلامه النفسية كانت أصعب بكتير من آلامه الجسدية، بكتير. آلامه اللي بيبر بيها من حبايبه وعشرته، من العالم اللي خلصه ومش عايز يسمع العالم. ولحد النهاردة حبايبي كما كان هكذا يكون، لحد النهاردة هي قصة ما تغيرتش صدقوني. هو بس الايه تاريخ، القصة هي. يجي الملائكة بتستعجب، ملائك ينادي على ملائك يقول له بصوا اللي احنا كنا نسبحه ونمجده ونسجد لا خايفين منه، لاهوته كنا بنغطي الوجوه من خوف خالقنا، بص البشر بيعمل ايه فيه، وبصوا دلوقتي هو هيعمل ايه، اخذ ميه وغسل ارجل البشريه. اللي بقول عليه ده حبايبي ما يستحقش ان احنا نصومه 55 يوم. اللي بنقول عليه دوت مش المفطور، المفروض كل ايام حياتنا عايشين نقول له نذكرك نمجدك ونسبحك حبايبي. يغسل ارجل التلاميذ، اجمل وعظه في البشريه، اله الالهه رب الارباب. في ناس مش لسه لحد دلوقتي مش فاهمه ولا هتعرف درجه الحب والتضحيه والخلاص الانسان، واحنا لسه عايشين في العالم والشهوات والخطايا، لسه عايشين في الذات والانا والفلوس والقروش والبنى والكذب والنفاق والظلم. بنتجاسروا نتكلم على بيت ملك الملوك وندين فيهم وندين في الكهنوت بتاعه. عارفين لما ابونا شنودة صلى، ده قداس كامل عن ميه، لما ضعف عدت في الارض
الكهنوت الأرضي بيطلب من الكهنوت السماوي، بيستعجبوا لحد النهاردة الكهنوت السماوي نازل يغسل حبايبي أرجلكم كلكم عشان التناول. أجمل وعظة وعظة الصمت، غسل الأرجل داخل المسبح، هيدي العشاء الرباني، وفي نفس الوقت واحد منهم هيسلمه في نفس الوقت. ده الإنذار لنا، ده إنذار لنا. المسيحية ليست كلام ولا حركات ولا سياسة ولا كراسي ولا حفظ. المسيحية هي حياة سرية تدخل مع المسيح، هيعلمك مجده، هيعلمك رحلة الصليب، رحلة حبه خلاص الإنسان، وفي الآخر يقول لك تعالى عندي، تعالى بيتي، تعالى رسو الملك المعد لكم. أنا عندي مراس وأنت عندك مراس، ما تفتقوش، ما تسيبوش المراس بتحكم من أجل خطية، من أجل شهوة، من أجل ذات، من أجل ظلم الناس، أخد حاجة مش حاجتي والكلام عن الناس. ما اوعك تخسروا الأبدية بتاعتكم. وعظة ربنا على الصليب هتكون صعبة، والوعظة التانية أصعب وأصعب، بس التانية أم النور العذراء مريم هيدوها ابنها وإلهها جثة كلها دم على أيديها. أم النور عمرها ولا وعظت ولا كلمت، أم النور خنجر، وفي الآخر أخذت هدمة على أيديها بالدم. اكتبوا وعظتكم حبايبي بحياتكم، حياتك هتطلب منك، هتطلب منك عملتوا بيها ايه. ارجعوا لي ارجع اليكم، ما تخلوهوش يمسك الحبل ويضرب ضربات وحشة. انواع ضربات كتيرة ممكن يعملها، بلاش حبايبي، امشوا ورا الحبيب، شوفوا وعظ العذراء، شوفوا القديسين، عيشوا للمسيح. الكنيسة لسه مفتوحة، هتيجي أيام كما غلق أيام كورونا يعني بكرة فيها حبايبي. اتمتعوا بالمسيح، عيشوا فيه، هو هيعيش فيكم، هو عايز يغفر، عايز يسامح. النهاردة عشاء رباني، عازمني وعازمكم حبايبي، ما تطلعوش بره أرجوكم، لسه فيكم التعب والخطايا والزلات ويوي. الضعف اللي عندنا هو يقدر يكمله، هو يقدر يشيله. المشي معاه جميل مع كتر الدموع والأحزان، لكن في فرحة السماء في القيامة لما تيجي. ربنا يجي نكمل هذا الأسبوع بخير وبركة في كنيسة كل مجد وكرام لابد، أمين.